لسه مستمرين مع هرم ماسلو، ولسه مستمرين علشان نعرف إذا كان الهرم معدول ولا مقلوب. تابعوني، أنا شهير طلعت ودي يوميات طبيب نفسي. أهلا وسهلا بحضراتكم. في الجزء الأولاني احنا وقفنا عند مفهوم تحقيق الذات، وإن أبراهام ماسلو بنى المنظومة الفكرية بتاعته على العلماء والمفكرين والفلاسفة والناس المشهورة في مختلف المجالات، وأنا ذكرت مثال في الفيديو الأولاني اللي هو كان ألبرت أينشتاين. وكان السؤال بتاعي لحضراتكم، هل حضراتكم شايفين إن النموذج اللي أنا ممكن أوصل له، النموذج اللي أنا ممكن أحققه في حياتي هو ألبرت أينشتاين؟ ده بيخلينا نرجع للسؤال الجوهري بتاعنا اللي احنا ختمنا بيه، هو ايه مفهوم تحقيق الذات؟ مين نقدر نقول عليه انه محقق ذاته؟ اوكي، هو استخدم ألبرت أينشتاين. طيب نقول عندنا مثلا نجيب محفوظ، احمد زويل، محمد صلاح، محمد رمضان، عمرو دياب، مين اقدر اقول عليه في حياته انه عمل نوع من انواع السيلف اكشواليزيشن؟ فزي ما انتم حضراتكم شايفين ان المنظومه الفكريه اللي بنى عليها ابراهام ماسلو الافكار بتاعته كانت افكار سبجكتيف، يعني ذاتيه مش اوبجكتيف، ما كانتش افكار موضوعيه. يعني كل شخص من الاشخاص اللي هو ذكرهم او اللي انا ذكرتهم ممكن نختلف عليهم، ممكن نقول ايوه لا حقق ذاته، لا ما حققش ذاته، ممكن نقول عليه شخص سوي، لا شخص مش سوي، وغيرهم طبعا مع احترامي لكل الشخصيات. فايه يعني مين هو الشخص اللي ممكن نبني عليه مفهوم تحقيق الذات؟ هل لو انا رب اسره بسيط عايش سعيد وهانئ وراضي في حياتي، هل معنى كده اني انا مش محقق ذاتي؟ هل لو انا بعيش اليوم بيومه وبالبلد كده مسلمها لله، هل معنى كده اني انا ما وصلتش لفكره تحقيق الذات؟ فاعتقد ان القصه بتاعت سيلف اكشواليزيشن اللي قالها ابراهام ماسلو بالتعريفات بالمواصفات اللي هو حطها بالمنظومة الفكرية اللي هو بنى بيها النظرية بتاعته كلها، اعتقد انها محتاجة انها تتراجع، وكل شخص من حقه انه يحط الفكرة بتاعته. وده بيوصلنا للانتقاد تاني. الانتقاد التاني مش بس انا يعني انا موافق عليه، لكن في علماء كتير جدا بما فيهم في الغرب لغاية دلوقتي في القرن 21 بيقولوا نفس الكلام. الانتقاد هو ان هل هرم الاحتياجات او الهيراركي اوف نيدز او الافكار بتاعته تصلح في الغرب زي ما هي في الشرق، ولا ممكن ان كل مجتمع وكل ثقافه وكل حضاره يبقى لها الهيراركي بتاعها او المنظومه الفكريه بتاعتها او السيلف اكشواليزيشن بتاعها مختلف عن في ثقافه اخرى او في حضاره تانية. الانتقاد ده مش بيقف على حد الاختلاف الثقافي والحضاري، لا ده كمان بيختلف من زمن لزمن ومن وقت لوقت. يعني اتكتبت بعض المقالات وقالت ان في فرق في الاحتياجات او الهيراركي اوف نيدز ما بين وقت السلم ووقت الحرب، في فرق في الاحتياجات ما بين الكلام اللي هو قاله في القرن العشرين واحنا دلوقتي في سنة 2019، في فرق في الاحتياجات وفي فرق في المفاهيم وفي فرق في مفهوم سواء الاحتياجات او تحقيق الذات السلف اكشواليزيشن. في بعض الافكار شكلها كوميدي لكن بتوضح قد ايه ان الدنيا بتختلف. ان حطوا دلوقتي اول سلمه قبل الاحتياجات الفسيولوجيه هي احتياج الانسان للواي فاي ولباقه الانترنت. في افكار تانية اكثر سموا من فكره تحقيق الذات ممكن نبقى نشوفها في الفيديوهات المستقبلية. فزي ما انتم شايفين ان الهرم بتاعه مش يعني مش علشان حد كان مشهور او دغدغ مشاعرنا او قال كلام شكله لطيف في القرن العشرين يبقى لازم استخدمه زي ما هو وادغدغ بيها مشاعر البعض، او اني العب على عواطف الناس واقول لهم بصوا انتم محتاجين تاكلوا، بصوا انتم محتاجين الصحة، بصوا انتم محتاجين
كذا وكذا. وده بيوصلنا لنقطة مهمة جدا، وهي نقطة الكلمة اللي استخدمها أبراهام ماسلو زي ما احنا اتكلمنا، اسمها هيراركي. هيراركي يعني في تراتبية، في سلالم معينة، في تدرج معين محتاج ان الانسان يمشي فيه. فهل حضراتكم شايفين ان احنا محتاجين نمشي في التدرج اللي هو رسمه او ايا مكان التدرج علشان اوصل لمرحلة من مراحل السلف اكشواليزيشن، ولا في واقع الامر وفي الحقيقة وفي كل مدارس التنمية البشرية ان النماذج اللي احنا بنركز عليها هي النماذج اللي نجحت او اللي وصلت او اللي حققت حاجة في حياتها بالرغم، يعني في كلمة بالرغم موجودة في النص، بالرغم من ظروفها، بالرغم من احتياجها، بالرغم من عوزها. يعني مش كل السلالم انا محتاج اني اسدها، مش كل الاحتياجات او العوز اللي في حياتي انا محتاج انه يتسد بشكل او باخر. يعني التراتبية دي في واقع الامر مش موجودة. وللأمانة هو قال كده في اواخر، يعني في اواخر حياته يمكن قال كده، ان الموضوع مش موضوع حاجة ريجيد، يعني انها لابد انها تحصل علشان اوصل لقمة الهرم او السلف اكشواليزيشن بتاعي. وزي ما احنا قلنا ان مفهوم السلف اكشواليزيشن هو المفهوم الانساني اللي بيفرقني عن بقية الكائنات الحية، فكأن لسان حاله بيقول او كأن الواقع لابد ان هو يقول لنا اني ممكن او لابد اني اكون انسان بالرغم من عوزي في حاجات كتيرة جدا او في مناحي كتيرة جدا في حياتي، وكأن الهرم محتاج انه يتقلب او انه يتعدل بمعنى اصح، بمعنى اني انا مطالب اني اكون انسان بالرغم من اني مثلا عندي احتياج الجوع، مطالب اني اكون انسان في اقصى لحظات الالم او عدم شعوري بالامان، مطالب اني اكون انسان بالرغم من اني مش شاعر بالانتماء، وهكذا. فعدلة الهرم دي بتخلينا السلف اكشواليزيشن او المفهوم الانساني بتاعنا هو الاساس، وبقية الحاجات دي هي اللي بتخدم عليه. يعني نميز ما بين الوسيلة والهدف، نميز ما بين ان الحاجات دي وسائل والهدف اني اكون انسان. فممكن اكون انسان في اقصى لحظات الضعف والانكسار والالم والاحتياج الى اخر هذا الكلام. اما بقى الانتقاد ده فهو انتقاد علمي بحت، النقطة دي نقطة علمية يعني صرف. الناس اللي بتفتكر ان كلام اي حد يعني شكله يعني بيقول كلام كويس انه الكلام بتاعه علمي، لا، محتاجة انها تراجع نفسها. ليه؟ لان الناس اللي حللت افكار ابراهام ماسلو اكتشفت كده، ان ما ينفعش ان احنا نطبق او نختبر الافكار اللي هو قالها معمليا. والمقصود بها معمليا اني اقدر اعمل بحث علمي منظم، بحث علمي محترم تنطبق عليه المعايير العلمية من المصداقية والموثوقية، اني اقدر اكرره، اني اقدر اقيس النتائج بتاعته، اني اقدر احط النتائج بتاعته في صورة ارقام او احصائيات، اني اقدر اقارنها من وقت لاخر او من مجتمع لاخر. ما ينفعش، مش هقدر اعمل كده في الافكار اللي قالها ابراهام ماسلو. وكأن الافكار اللي هو قالها زي ما انا وصفتها في الفيديو الاولاني، وهي افكار انشائية، افكار عاطفية لذيذة، افكار حلوة، لكن هل هي ترتقي الى مرتبة النموذج العلمي اللي انا ممكن اطبقه او احط له المعايير او المقاييس بتاعته؟ للأمانة لغاية دلوقتي في 2019 ما تمكناش ان احنا نعمل الحكاية دي، مما ما يخليهاش نظرية علمية ثابتة او صوليد او يعني ليها الوقار العلمي بتاعها. وللأمانة برضو نفس الكلام اتقال على افكار سيجموند فرويد في نظرية مدرسة التحليل النفسي، ان الافكار بتاعته دي مش هقدر اقيسها
احصائيا، مش هقدر اقيسها علميا. قد تصادف بعض النجاح، قد تصادف بعض الهوى، بعض الاعجاب، لكنها مش نظرية علمية ممكن اني اقيسها. نوصل مش عارف للنقطة رقم كام، بس زي ما انا قلت لحضراتكم ان من حق كل انسان ان هو يعمل الهرم بتاعه، كل واحد يعمل الافكار والمنظومة الفكرية بتاعته سواء بقى علمية او مش علمية. من حق كل انسان ان هو يقول اللي هو عايز يقوله، وانا كمان من حقي ان انا اقول اللي انا عايز اقوله. ف عايز اقول ان في سلمة في هرم ماسلو في الهيراركي بتاعه اتظلمت، والسلمة دي اعتقد انها كانت محتاجة انها تاخد الوضع بتاعها في العلم النفسي وفي الطب النفسي. السلمة دي هي سلمة الحب، وهي حاجة او احتياج الانسان انه يحب ويتحب. انا استخدمت برضو كلمة احتياج. لو انا هعمل منظومة فكرية خاصة بيا انطلاقا من واقع الممارسة الطبية بتاعتي، ومن واقع انا شايف بلمس الام الناس في مختلف ظروف حياتها، اقدر اقول ان اللي احنا محتاجينه هو الحب. كسلمة اولى انا محتاج اني اتحب، بدءا من اللحظات الاولى في حياتي، بدءا من انا اشعر، يعني يمكن نظرة رومانسية شوية، لكن محتاج ان انا اشعر من داخل الرحم بتاعي اني انا حمل مرغوب فيا، اني لما اتولدت اني انا اخدت حب غير مشروط، اني احتياجي للحب ده بالافكار بتاعت ماسلو اتسد، تم تسديد احتياجي للحب بدءا من اللحظات الاولى في الحياة. فالمنظومة اللي انا عايز احطها هعملها بقى مربع، هعملها هرم، لكنها بتشمل سلمتين اساسيتين، وهي سلمة الحب كخطوة اولى، وقمة الهرم بتاعي هي برضو الحب، اني محتاج اني افني نفسي في حب اعظم او حب سامي بشكل معين. اتمنى اني اكون حاولت اوصل لحضراتكم بعض الافكار. يعني في انتقادات تانية كتير جدا اتقالت، بس دي اللي انا حبيت اشارككم بيها من واقع اللي انا عايشته وحسيته. شكرا لحضراتكم وسلام.